السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن طريقة تسليم المشروع البحثي يعني إزاي هتسلم المشروع البحثي وده طبعا بينطبق على الطلاب من أول تالتة ابتدائي لحد تالتة اعدادي أول حاجة تسليم البحث ورقيا ده بينطبق على طلاب المنازل وطلاب الخدمات طلاب الدمج والتربية الخاصة والطلاب المصريين في الخارج وفي ملحوظة مهمة أي طالب عايز يسلم البحث ورقيا يقدر ان هو يعمل كده لكن في بعض الارشادات الهامة بعد ما بتجهز المشروع بتاعك على ورق بتحطه في ظرف وبيتقفل زي كده تاني حاجة انك هتكتب الارقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع على الظرف يعني لو انت طالب واحد عامل بس المشروع ده فبتكتب الرقم التعريفي بتاعك وبتكتب الصف الدراسي بتاعك ولو انت واصحابك مشتركين في البحث بتكتب الارقام التعريفية إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل قم بتوضيح هذا على الظرف لو أنت طلاب منازل فبتكتب أن أنت من طلاب المنازل أو من أو لو كنت من طلاب التربية الخاصة لو أنت من المكفوفين فده بيتكتب على الظرف وما إلى ذلك الظرف ده هيتسلم في المدرسة في الفترة ما بين 9 مايو لحد 16 مايو 2020 أما لو هتسلم البحث كبي دي اف انت بتحفظ المشروع نفسه على صوره بي اف يعني الوورد بيتحول لبي اف وبتسمي ملف البي دي اف ده بالرقم التعريفي بتاعك وبعده بتكتب الصف الدراسي زي المثال اللي قدامك جي 8 بيرمز الى سنه ثانيه اعدادي واذا كان هناك اكثر من طالب مشارك في البحث يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط يعني لو انت هتبعته اذا بي اف يبقى انت هتكتب الرقم التعريفي بتاعك انت وبتكتب السنة جنبها وبتدخل على الحساب بتاع منصة ايدومودو هتلاقي في أي من فصولك الدراسية اللي جوه المنصة هتلاقي في أيقونة اسمها المشروع البحثي العام 2019-2020 وده هينزل يوم 9 مايو وهتكون على الشكل ده هتدوس على الأيقونة وهتظهر لك نافذة رفع المشروع هترفع الملف إن هو بي دي اف وهتتأكد من إن أنت مسميه بالطريقة الصحيحة وهتكون في خانة اسمها خانة التفاصيل لو انت مشترك في البحث انت وصحابك هتكتب الاكواد الخاصه بالطلاب اللي هما صحابك اللي مشتركين في البحث هتكتبها في خانه التفاصيل لكن في الاسم بتاع المشروع نفسه هيتكتب الكود التعريفي بتاعك انت بس وهتضغط على زر التسليم النهائي دي الرموز بتاعه كل سنه يعني ثالثه ابتدائي جي 3 رابع ابتدائي جي 4 خمسه ابتدائي جي 5 سته ابتدائي جي 6 أول عدادة G7 ثاني عدادة G8 ثالثة عدادة G9 يعني لو انت طالب في أول عدادة هتكون G7 وهكذا فدير الموض اللي بترمز ان انت في سنة كام منصة تسليم المشروعات على موقع Edomodo هتكون موجودة من اول يوم 9 مايو لحد يوم 16 مايو 2020 وممكن تحمل تطبيق نفهم او تدخل على موقع نفهم او على اليوتيوب علشان يساعدك في ان انت تعمل البحث وتشوف ايه هي الموضوعات لو انت لسه معملتش البحث